اجتمع الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات عضو اللجنة العليا بجائزة سمو الشيخ محمد بن زايد الهيان لأفضل معلم خليجي مع عدد من القائمين على الجائزة في إطار الجولة الخليجية التي يقومون بها للإطلاع على ما أنجزته الدول المشاركة، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الرضا الخوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة. وقد ترأس وفد الجائزة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة بدولة الإمارات نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة. يرافق الدكتور حمد الدرمكي الأمين العام للجائزة والشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات نائب رئيس اللجنة الفنية للجائزة، والأستاذة نور بهلول عضو اللجنة الفنية للجائزة بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة التربية والتعليم. في بداية الاجتماع نقل الدكتور جمعة تحيات سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم للوفد الزائر، مشيدا بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي وما تتضمنه من أهداف سامية تسهم في الارتقاء بكفاءة المعلمين في المنطقة بما ينعكس إيجابا على الميدان التربوي الخليجي. كما نوه جمعة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البحرين بشقيقته الإمارات وما يجمع البلدين من تعاون مثمر في جميع المجالات ومنها التربية والتعليم. ثم قدمت الأستاذة مريم البلوشي عضو اللجنة الفنية بالجائزة ممثلة مملكة البحرين أبرز الإجراءات الفنية التي اتخذتها الوزارة منذ الإعلان عن الجائزة والمتمثلة في تعميمها على جميع المدارس الحكومية والخاصة وعقد اللقاءات التعريفية مع المعلمين. من جانبها أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم للتشجيع على المشاركة في هذه الجائزة بما يسهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في نشر أفضل الممارسات التعليمية واستشراف العمل التربوي الذي من شأنه تعزيز مخرجات التعليم وصناعة أجيال قيادية واثقة ومعتدة بذاتها. بدوره أثنى السفير الإماراتي لدى المملكة على ما حققته المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من إنجازات مشرفة، مؤكدا بأن المملكة تسخر بالكوادر المؤهلة لنيل مراكز مرموقة في مختلف الجوائز والمنافسات التربوية. تجدر الإشارة إلى أنه خصصت لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي 6 ملايين درهم بمعدل 1 مليون درهم لكل معلم خليجي متميز، كما سيحصل أفضل 30 معلم على دورات تدريبية في أعرق بيوت الخبرة العالمية. الجائزة طبعا هي الأولى اللي أشارك فيها حاليا من صوب وزارة التربية والتعليم، متأمل خير، وما شاء الله تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من دول الرائدة في دعم اللي هو المعلمين ودعم الدراسة ودعم وزارة التربية بشكل خاص، فنسمع عنها وحبينا نشارك وياهم. سعيدة جدا في انضمامي ومشاركتي في جائزة الشيخ محمد بن زايد للمعلم الخليجي، فرصة أخرى تتاح لنا بعد جائزة الشيخ حمدان لإظهار أفضل ما لدينا من ممارسات تربوية مما لها أثر كبير في نقل خبراتنا في مملكة البحرين، وأن نكون سفراء لمملكة البحرين ولما تقدمه من تطور في مجال التعليم. أيضا أثر كبير سيعود من هذه الجائزة على طالباتنا، وذلك بأن نقدم أفضل ما لدينا من الممارسات التربوية في خضم التعليم. أحب أشكر سعادة الوزير ماجد النعيمي لإتاحة الفرصة لمعلمين الوزارة أنهم يشتركون في مثل هذه الجوائز اللي تضيف لنا الكثير وتساعدنا أن احنا ننمي ونطور من مهاراتنا وأن احنا ننقل هذه الثقافات لطلابنا. وأنا سعيدة جدا بمشاركتي بهذه الجائزة لأن سبق لي واشتركت في جائزة حمدان الشيخ حمدان، واتمنى إن شاء الله أن أنا أفوز في جائزة الشيخ محمد بن زايد. وطبعا هذه الجائزة مثل ما أضافت لي جائزة حمدان الكثير، أتمنى أن هذه الجائزة أيضا أكيد بتضيف لي الكثير بالنسبة لمعلميني وبالنسبة لطلابي بالنسبة لحقل التربية والتعليم اللي أنا أتمنى أن أنا أواصل فيه إن شاء الله. وأشكر أيضا دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد على إتاحة الفرصة لنا أن إحنا نشارك في مثل هذه الجوائز القيمة، وإن شاء الله نتمنى أن هذه الجوائز أو مثل هذه الجوائز أن هي تدوم إن شاء الله وتستمر.